أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: صليت بالناس فعندما أقام المؤذن أحدثت فقمت بالصلاة لأنني كنت في حرج من الموقف، ثم عدت بعدها إلى البيت، ثم أعدتها بعد في البيت، أفتونا بما حصل مأجوري. هذا غلط منك أنك تصلي وأنت ما أنت على طهارة، حرام، هذا لا يجوز أنك تصلي ولست على طهارة. الواجب أنك انصرفت، الواجب أنك انصرفت، ولا في هذا لوم عليك، ولا فيه حياء. هذا من أمور الدين، أمور الدين ما هي فيها حياء. تنصرف الحمد لله، تنصرف وتتوضأ وترجع وتصلي مع الناس إن أدركتهم أو أدركت بعض الصلاة تصلي معهم. الانصراف لا معذور، قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ينصرف، قال ينصرف، دل على أنه ما يبقى إذا انتقض وضوءه، بل ينصرف ويتوضأ ويرجع. إن أدرك شيء من الصلاة يصليها، وما أدرك شيء يصلي وحده الحمد لله. أما أنه يستمر ويصلي وهو على غير وضوء، يقول أنا هذا الحياء، ما إني استحيت، نقول هذا ما يجوز، ولا حياء في الدين. نعم.